وعملا بالأمر المتعلق بتدابير استثنائية. ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز، في ظرف أيام معدودات، لأن القضايا واضحة والاختيارات واضحة. وستشكل هيئتان داخل هذه اللجنة العليا، إحداهما للحوار ولكن ليس مع أولئك الذين ذكر، وستكون المنظمات الأربعة الوطنية موجودة. ثم يعرض ما تم أعداده على الشعب. هناك مرحلة الإعداد وقد بدأنا فيها بالاستشارة